جائحة كورونا كان له تأثير كبير على أنماط الاستهلاك في العالم. توجه المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت ارتفع بموازاة تشديد إجراءات الإغلاق التي فرضت لفترات طويلة لاحتواء الفيروس، وهذا ما جعل خيار الإسراع في تعزيز الرقمنة خيارا ضروريا لشركات التجزئة. ويسرنا أن أستضيف معي هنا في الاستوديو الآن السيد أيمن عيتاني، خبير تقنية المعلومات لدى Think Media Labs. أهلا وسهلا فيك أيمن. صباح الخير صباح. يعني اللي عم نحكي فيه ما جديد لا عليك ولا علي ولا على أي حدا تاني، فعلا نحن بوقت الإغلاق العالم كله ناس قعدت بالبيت، أي حاجة أي شيء يحتاجوا شراءه توجهوا إلى الإنترنت. لكن قبل كورونا كمان كان في هذا التوجه والذهاب إلى التسوق عبر الإنترنت، تخلي عن مشوار إلى المول إذا بدك أو إلى مراكز التسوق، ما دفع كثير من الشركات للتوجه إلى ملاقات العميل على موجات الإنترنت. شو هو تكلفة عدم التوجه إلى رقمنا بالنسبة للشركات بوقت مثل هيدا يلي كل المشترين أصبحوا هلا السبب اللي تفضلتي فيه أنت بأول الجائحة كلنا عم نتجه كنا لنشتري من الإنترنت، والمؤسسات التجارية منا حاضرة، يعني نيتها كانت موجودة إنه إن شاء الله قريبا لقدام 5 سنين 7 سنين حنعمل، بس لما بيعمل الجائحة بشهر واحد اضطروا يعني قسم منهم اهتم لحتى يجهز حاله يكون يقدر يخدم هالطلب أكثر. هلا نحن لانه شوي الحمد لله الاسس افضل وال يعني واللقاح على الطريق، فبتلاقي انت في مؤسسات كثير قالت خلص يلا عملنا اللي عملناه بنأجل هلا وبنشوف نحن بعدين شو بصير معنا. هلا هو يعني مثل اللي عم بيقول انه انا بدي خبي وجهي واخذ نفس وقد ما فيه طول نفس لحتى ارجع السوق حيرجع يمشي حاله وبمشي حالي، لانه فيها استثمار كبير يعني التحول الى رقمنه مش شان صغير بالنسبه للشركات، وخاصه شركات عانت من قلة الدخل بسنة مثل هاي السنة. صحيح، بس هو الاستثمار فيه يتقسم على 5 سنين، يعني احنا هلا اكيد باول جائحه اضطروا يعملوا استثمار كبير بشهر شهر ونص، بس احنا عم نحكي هلا يكون في نيه اساسيه يكون في استثمار على 5 سنين. ليش؟ لانه الاستثمار بده يكون بالتقنيات والاستثمار بده يكون بالاشخاص، يعني الاشخاص الموجودين بدهم يتجهزوا بطريقه ثانيه او يتغيروا يكون في غير اشخاص فيهم. يعني هي الفكره مثل ما انا هلا مثلا اذا حابب انا بدي خفض وزني من هون للصيفيه، بدي من هلا بلش خفف خبز ورز واعمل رياضه، مش انطر للصيفيه وبلش اركض واعمل. صح، كل شيء بيجي بالتدريج بيكون مبني على اسس شوي احسن. لكن ايضا الملفت بانه نحن لما بنحكي على موضوع الرقمنه هو مش بس موضوع انك انت يصير في عندك اي كوميرس او يصير في عندك ويب سايت بتحط عليه البرودكتس تبعك، لكن هو الاستفاده من كل المنصات الالكترونيه يلي ممكن انها تكون هي المكان اللي بتلاقى فيه العميل مع مزود الخدمة أو مزود البضاعة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. صحيح صبا، وأنا ليش عم بحكي معك بهالموضوع اليوم؟ لأنه أنا اللي بلفت لي نظري أنه هن المؤسسات، يعني أنا عم بحكيهم يعني بكذا بلد عربي، مؤسسات كبيرة ومرتاحة ماديا، بالنسبة لهم لما يقولوا بيع عن طريق الإنترنت بيقولوا خلص إحنا عنا 10 فروع بالسيستم، بنعمل فرع 11 هو أونلاين، بيعتبروه كأنه فرع وبينقلوا غرض من محل لمحل، بيعتبروا هن بهالطريقة. هيدي طريقة التفكير واضح أنه ما حي يعني مش تركيزهم يهتموا بالتواصل الاجتماعي بطريقه الشراء بطريقه البيع ليكون عندهم مردود على قليل 30 ل 40% من بيعهم عن طريق الانترنت. فهيدي طريقه التفكير ما حتسمح لهم يكونوا موجودين بطريقه رقميه كبيره من هون لخمس سنين. هو يمكن صارت هذه العلاقه محكومه اكثر شيء بالمعلومه وايصال المعلومه من طرف الى اخر، وهون بيلعب دور مواقع التواصل الاجتماعي مثير للاهتمام. احد البيانات اللي شفتها 53% من الشارين يعني اللي بيشتروا الأغراض بيقولوا إنه فيسبوك هو اللي بيزودهم بالمعلومة الصحيحة للشراء ما يحتاجونه. يعني كمان لأنه هني أصحاب العمل ما قدروا يوصلوا هني المعلومات، فالناس بتضطر تأخذ معلومات من غير محلات، وفيسبوك وإنستغرام كمان يعني هول هيدي كمنصتين عم بيكون أكتر شيء عندهم انتشار، وخاصة لمنتجات البيع بالتجزئة. ففي تحديث صار بشهر 5 يلي مارك زوكربيرغ المؤسس بحد ذاته هو عم يهتم كتير بهذا الموضوع، يعني عم يكون في تقنيات كتير عم تسمح
مسموح للمؤسسة التجارية انه توصل للناس، وكمان يكون الناس يكون بشراء المنتجات من ضمن هذه المنصات. يعني هو مش بالضرورة بس انك ممكن الشركات نفسها يكون لها هالتواجد هيدا على منصات التواصل الاجتماعي ايضا كاحدى المنافذ للعميل، لأنه هني كأدوات تبع إنستغرام وفيسبوك وحتى واتساب بيكون فيها أدوات للبيع التجارية، فهذه المؤسسات عليها دور إنه تجهز المحلات، يعني هي تعتبر واجهة إلكترونية، كيف عندهم المحل التجاري عندهم الواجهة المعينة، عندهم واجهة تجارية بطريق إنستغرام وفيسبوك لحتى يحطوا، بس مثل ما تفضلتي لازم هني يلعبوا هالدور ويجهزوا هالواجهة. طب شو بيصير إذا شركة مثل ما كنت بلشت وتقلي عم بيحطوا راسهم بالرمل ما بدون يعرفوا شو عم بيفضلوا، بلكي بتمرق هالفترة وما بيضطروا إنه يحدثوا التغيير الرقمي للشركة؟ أنا بدي أذكرهم بالشعور يلي بشهر 3 لما كله نقل على الإنترنت وهني لقوا حالهم مش مجهزين وصاروا يركضوا ركض في استثمار وفي تجهيز للناس والأدوات، نفس الشعور اللي حيحسوا فيه من هون لخمس سنين يمكن 6 لما يكون السوق تغير والمنافسين يلي من هلا عم يكون في استثمار معين، بعد 5 سنين حيكون عنده نفس هالشعور بس حيكون السوق تغير ومش قدامهم وهني ما حيلحقوا. الإنفاق على التحول الرقمي بآخر الأرقام اللي شفناها ب 2018 كان تريليون دولار، متوقع يصيروا 2 تريليون دولار من هون لسنتين أو أقل. عم تشوف أي بوادر لهذا الشيء أيضا عنا بالمنطقة؟ أكيد في مؤسسات عم تلعب هذا الدور كبير، وعندك قسم منيح من الناس بيقولوا طب أنا هلا بحط هذا أول درهم أول ريال خلينا أنطر شوي أول ما حط تاني ريال، يعني هيدي عم تكون شوية حذر يلي بمحله. بس طريقة التفكير مش لازم يكون الإنترنت هو فرع مثل عم بفتح محل شيء، بده يكون في إمكانية كاملة. فإذا بالمختصر بس شو هي خطوات التحول الرقمي بالنسبة للشركات؟ الأشخاص بده يكون تجهيز الأشخاص الموجودين لحتى يقدروا يأمنوا الطريقة لقدام. تاني شغلة التقنيات الموجودة منشان إدارة المخزون والبيع وكل شيء عادة عمرها بالخمس سنين وما لنا مجهزة للإنترنت، هيدي بده يكون في لها نقلة معينة. وتالت شغلة بده يكون في استثمار معين صغير للتجربة، لما يكون خوف من التجريب بطرق معينة ليشوف شو في بينجح لهالنوع من المستخدم. تمام، شكرا جزيلا لك أيمن عتاني، شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك صباح.